افتتح وزير النقل والرئيس التنفيذي لمجموعة الخطوط الجوية القطرية المكاتب الجديدة للخطوط الجوية القطرية في العاصمة عمان بحضور وزيري السياحة والأثار والاقتصاد الرقمي والريادة. وزير النقل المهندس أنمار الخصاوني أعرب عن أمله خلال الافتتاح أن تتبع هذه الخطوة سلسلة من الخطوات القطرية لتعزيز استثماراتها في المملكة وتعزيز الجهود لتذليل العقبات والتحديات التي تواجه التعاون في مجال النقل بكافة قطاعاته بين البلدين. وخلال مؤتمر صحفي أكد الرئيس التنفيذي لمجموعة الخطوط الجوية القطرية أكبر الباكر أن افتتاح المكاتب يأتي استجابة للإقبال المتزايد على متن الخطوط القطرية التي شغلت أول رحلاتها في العام 1994 وحاليا تشغل 3 رحلات يوميا من الدوحة. بقطاع النقل الآن كان في حديث بيننا وبين برضو المدير التنفيذي للقطرية، وكان بيرحب وبسعى وببحث عن سواء طيارين أو مهندسين متخصصين بالطيران بحيث يكون لهم تشغيل في قطر، أو أيضا في يعني هذه المكاتب توسعتها وتكبير الحجم الأسطول تبعها راح يكون له فائدة ومردود أيضا على تشغيل الأيدي العامل الأردنية. When Qatar Airways started operating to Jordan, it was only 2 frequencies. We were a very small airline. We only had a handful of airplanes. Unfortunately, the increase of frequencies was a bit restricted by the authorities here, but now they are open to our business plan for Jordan. We feel Jordan has huge potential for growth. There is a commitment from my country to create jobs for Jordanians, and Qatar Airways would like to play an important part in providing those jobs to the Jordanians.